بالنسبة لفريق بنياس. صافرة الحكم، الحكم الدولي السيد عمار الجنيبي، تعطي انطلاق المباراة بكرة خطيرة، ممكن أسرع جول، أسرع هدف في دورينا. ظفر دخل في آخر اللحظات سلطان السويدي، سلطان السويدي هو اللي دخل في آخر اللحظات، تغيير اللي أجرى المدرب سهيل النوبي. كنترول الله، خالد محمد، سواريز، سواريز كنترول، شوف سواريز، شوف سواريز يحطها إلى خيمينيز، سواريز إلى خيمينيز، إلى سهيل، سهيل النوبي عرضية، لا 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 لا، هذه التيكي تاكا، هذه تيكي، عنده رباعي ناري، لما يبدأ الهجمة خلاص الكثير يقلص.